يعني بيشوفوا لو قسموا الولايات المتحده الى زونز، فمثلا زون نمره 1 وزون نمره 13 مين فيهم احسن في الكي تي اوفر في واليوز اوف ذا اي فيستولا والمين يوريا ريدكشن ريت اند سو اون. هنا مثلا الكي تي اوفر في 93% في الولايه نمره 1 مثلا، لكن في الولايه نمره 13 الكي تي اوفر في 86. ويدوا بقى اللي جايب اعلى سكور ده اللي هو ذا بيست واللي اوحش واللي يمنعوا عنه الميه والفلوس بمعنى ان ما يجيبوش المستحقات بتاعته. فذيس از هاو بيبل ورك عشان تكمبير بين نيشن الدنيا ماشيه ازاي. هذا الكلام كان فيه اربع بارامترز كبارامترز للاديكوسي بلغه الفرانجس او الجو. لكن دلوقتي الكلينيكال بيرفورمانس ميجرز بتزداد، و2014 في الارتكل ده لقيتهم الليسته زادت ودخل فيها بارامترز بتاعت البون ميرر ديزيز زي السيرم فوسفرس والكالسيوم فوسفرس برودكت والبي دي اتش، ودخل فيهم البري دياليسيس مين بلاد بريشر وقد ايه بتشيل من العيان انترا دايليتد بودي ويت جين، وبالاضافه للقدام اللي احنا قلناها في الريجستر طبعا ده بيبين اهميه الستارت بالفيستولا. كل الداتا دي الحقيقه هو جايبها ابتدت من سنه 1996 و2001 مع الدوبس نمره 1 واللي كان فيه 7 كامبيز بس تخش في ستاتستكس، ودلوقتي هم في الدوبس نمره 5 واللي ابتدى في 19 كان كانتري نامل ان مصر تنضم ليهم ان شاء الله، وبيحطوا الداتا بتاعت كل الكاستمرز. والداتا بتاعت مصر في هذه اللحظه بتقول ان احنا عندنا حوالي 6 في 10,000 ناس عن هيمو دياليسيس في مصر، عددهم اكثر من 50,000 بيزيدوا 50,000 بيزيدوا 10% كل سنه، حوالي عشرهم كيوت لينا فيلير اضافي على هذا الرقم، و معظم الاماكن بتاعت الهيمو دياليسيس مركزه في القاهره والجيزه والدارويه. في القاهره الكبرى بتاخد حوالي ربع، لو جمعنا الثلاث ارقام دول يبقى احنا عندنا 25% من السيرفس. وبالتالي القاهره الكبرى از فيري امبورتنت لانها بتعالج ربع مصر. الايتيولوجي الحقيقه احنا طول الوقت الدكتور علي العفيفي كان بيقول لنا ان الهيمو دياليسيس العيله على دياليسيس هايبر تنشن نمبر 1 ودياليسيس از نمبر 2. ما زالت الداتا ذا سيم. دي داتا طالعه برضه من الجامعه بنشرح فيها النهارده الجامعه بتاعت شمس، الدكتوره ايمان سرحان قدمتها مع الجروب بتاع شمس، بتقول ان بس نسبه الهايبر تنشن يمكن زادت شويه ونسبه الدايبيتس زادت شويه عن الكورس الاولاني اللي كانت بتتكلم في كل 10% او اقل، بقت اكتر دلوقتي. وابتدى والهرمون برضه يعني ما زال نسبه محترمه يحتاج الى مزيد من الايه؟ من الستادي، ودي كانت ستادي اللي هي معموله على حوالي 22,000 لو بنتكلم في 50,000 يبقى 22,000 يبقى برافو عليكم فعلا. بعد كده الدوكس قالت ايه؟ طب ما الدوكس بتعمل تقريبا نفس الكلام ده، بس الدوكس مش بتحط بس ايتيولوجي، الدوكس بتحط اوت كام، بتحط حاجات تانيه كتير، بتحط ادويه بتستخدم زي مثلا واحد ده احنا عايزينه الحقيقه في الريجستري المطور بقى بتاعنا 2016 و2017 نشوف يا ترى قد ايه من عياليننا بياخدوا البي تي اتش بيبقى ازاي مثلا، يعني لما نلاقي بروفايل مثلا رشا نلاقي فيها الليفل اوف بي تي اتش از فيري هاي، وجابان اللي الليفل اوف بي تي اتش بتاعها از راذر لو، ونعرف ان المورتاليتي في جابان از مثلا از بيتر ذان المورتاليتي في رشا. اليوز مثلا اوف او الافرج دايزيت كالسيوم او دايزيت بوتاسيوم، كل الميديكال كومباريزونز دي هي دي اللي بتعني بيها الدوكس اكتر، وبالتالي بتطلع لي داتا اباوت سرفايفل زي مثلا ان جابان از بيتر ذان يونايتد ستيتس. والحقيقه فاكتورز كتيره بتخش في هذه القصه، منها الفاكتورز اللي انا قلتها اللي هي الدياليسيس دوز والانيميا مانجمنت والنيوتريشن والفاسكولار اكسس والمينرال ميتابوليزم، ولكن بتخش حاجات ثانيه كوز اوف ديث باي كانتري اكسكلودنج الانمور كوزز. بنجد ان السادن ديث مثلا في اليونايتد ستيتس هنا اكوردنج تو ذا دوبس السادن ديث هنا اللي هو الازرق الفاتح 33% تلت عيانينهم، فيري هاي ان كومباريزون تو اذر يوروبيان كانتريز زي فرانس او بلجيوم، او يعني شايفين حضراتكم هنا اقل من 20% تقريبا، هنا 33% سويد مثلا 7% صار الناس. يبقى واضح ان في مشكله، وبالتالي فكروا يا ترى ليه صار الناس بيحصل عند الامريكان اكتر من غيرهم، وقالوا يمكن عشان الشورت تريتمنت تايم. وفعلا مش ده هو الشورت تريتمنت تايم از مور بريفالنت في اليونايتد ستيتس، اقل من 4 ساعات. عشان كده احنا عندنا وحدات كتير قوي بتعمل 3 ساعات ونص او 3 ساعات وربع او 3 ساعات عشان تخش على الشيفت اللي وراها. ودي دايركتلي بروبورشنال مع المورتاليتي. زي ما شايفين الامريكان عندهم
high mortality, mobile short treatment time could be another explanation. Mobile cool, a low diuretic potassium, another explanation. وده very predictable outcome factor. وهنا محتاجين الحقيقه ان individualize the patient، يعني العيان اللي عنده hyperkalemia نحطه ماشي على low diuretic potassium، لكن العيان اللي ما عندوش ليه نحطه على ايه؟ low diuretic potassium ويبتدي يحصل لنا ريسك اوف sudden death. فما فيش one size fitting all. والحقيقه احنا محتاجين اثناء الجلسه برضه اننا نستعين بالحاجات الحديثه اللي بتديني اونلاين مانجمنت الدنيا ماشيه ازاي. يعني treatment hours should be extended dependent on clinical needs. لو لقينا مثلا ان البارامتر بتاع الدايلسيس بتاعتنا على السكرين ابتدت تقول ان الدايلسيس ماشي كويس. Can change be achieved in practice and does it matter؟ الحقيقه هنا قاسوا خمسه بارامتر وهم الالبومين والكالسيوم فوسفيت برودكت اقل من 55 والجلوبين يساوي او اكثر من 11 الدايلسيس فلوس والاكسس تايب، وقالوا ان اللي بيقدر يجيب الخمسه دول مع بعض يعني التارجت اتين الاربعه خمسه مع بعض المورتاليتي او برسنتج اوف ديت عندهم 15.5%، في حين انه اللي يجيب واحد بس من دول زيرو او واحد الضعف تقريبا 27.5 يعني قول الرقم في 2 تقريبا يعني الضعف، وكانك لو ما حققتش التارجت نسبه الوفاه بتاعتك تبقى 30%، لكن لو حققت اربعه من التارجت تنزل بالوفاه الى 15%. Which is very important for both the nephrologist and the patient. And the patient in here, him or she. طب تطول الامور في الغسيل ما تطولش بقى من اربع ساعات، طب ما نخليهم اكثر. Extended weekly hemodialysis hours. ده حسن الدنيا. In the last American Society of Nephrology عملوا study برضه بس هنا كان البيس بتاعها استراليا مش فرنسا زي ما كان دايما القصه. فالحقيقه لقوا انه كويس ولكن الكونكلوجن it had no impact on the overall quality of life assessed by the parameter ده. يمكن عين بيزهق لما تحط على المكنه بتبع ساعات طويله. It produced improvement in some clinical and laboratory surrogates, did not increase the access events. Implications for survival are still to be determined. هل الاونلاين سمول سوليوت كلينس ميجرمنت افكت ذيس از امبورتنت؟ يس، لانك انت لو قسته ولقيت في لور فاليو during the session انت ممكن تغير الاستراتيجي بتاعه ان الاكسس از نوت فانكشنال بروبر النيدلز ار بليس رونجلي باي ميستيك البارازر كونكت ريفرس باي ميستيك اند سو اون فايتس فيري امبورتنت ان انت يبقى عندك ابديت الدنيا ماشيه ازاي. طب ننقل على الاتش دي اف، ممكن ننقل على الاتش دي اف اكوردنج للستاتس دي اللي بتقول ان في هاي الهاي كونفكتيف فوليوم هو ده اللي بيتحسن البروجنوزز ممكن تستخدم هاي كونفكتيف فوليوم أو لو العيان عنده high incidence of intradialytic hypotension according to the Italian study. لو كان الفاسيلتي تسمح. Summary of part B important for the physician target to improve the patient outcome. Keep the albumin more than 40, 4, hemoglobin 10-11, 10-11-11, calcium phosphate product less than 55, extended the dialysis. بس يعني عليه question mark يبقى طويل قوي ولا لا، بس اكيد مش شايل من اربع ساعات. And use the fistula frequently. اخر حته السنتر برسبكتيف، وهنا الحقيقه كان في نفرو كلينيكال براكتس article مهم قوي بيتكلم ايه what we do and doing what we should عشان نعمل quality assurance in hemodialysis unit. حاجات كثيره جدا منها cost of service، منها كل الكلام اللي انا قلته. We nephrology referral prior to the dialysis initiation of them. احنا بننادي بهذا الكلام ان ما يجيناش العين متاخر. We access to kidney transplantation and home dialysis therapy لما العين يكون يقدر and so on. طبعا هنا ده importance of the hemodialysis water quality، ودي كانت study كبيره معموله في اليابان بتقول انه need to consider this modifiable risk factor، لانه الناس اللي كان عندهم الووتر فاكتور عالي المورتاليتي بتاعته كانت اوحش. الاسلوب هاد انكريز ريسك اوف فور كوز مورتاليتي اوف 28% كومبيرد واللي كان عندهم عدد البارتيكلز في الموتر اقل. فمحتاجين ان نعمل الكلام ده، ممكن نزود التوكسيك فلتر، ممكن نحسن الكواليتي بتاع الموتر. نمرة اثنين في الوحدات بتاعتنا هاي بروبورشن اوف تايم سبنت نوت ان دايركت بيشنت كير. يا منين لما قفلت، يا النيرس مش عارف بتحط الحشرات في المخزن، يا بيتكلم صحبتها يفطروا. يعني هاي بروبورشن از بعيد عن الدايركت بيشنت كير. وهنا الحقيقه الكريتيكال انسيدنتس ار نوت ان كومن.
either is inserted into wrong axis rotation, problem with blood flow between axis and machine, machine stopped before treatment is completed, either came out of rotational axis, and I have to show for you several messages. Patient blood started clotting during dialysis, had reaction to treatment requiring the doctor, and so on. I have a very important center care, I should put it in the center, I should get a man, but we put the patient 50 simple solution, so I thought our item now on an animal check, everywhere, was near, or bad, I see it, there are good percentage, and I end up safe dialysis, well, not safe dialysis. Quality management here involves everyone having a role. It involves stakeholders from Hadarko, clinical staff, with managers, with payers, with patients. It involves a less the policies for that. It involves here we design future process, more computerized, زي ما بعض المستشفيات بتحاول تخلي بدل ما الاكسريز والنابولاجيز تيجي لك على ورق لا كلها تخش على الكمبيوتر وتحاول توصل لها بس دي عايزه ثقافه عامه وكلنا دلوقتي بنستخدم الموبايل واعتقد ان الثقافه دي اتس كامينج فيري سون. اوبتمايز سكيدجولينج تو ماتش ديماند ويز ورك لود. محتاجين ان انا ندخل معانا في هذه الورده الكبيره ناس احنا ما بندخلهمش زي السوشيال سيرفيسز. العيان ده يا ترى هيروح الجلسه بتاعته ازاي؟ محتاج عربية، محتاج ناس تبقى معايا. هل محتاج سبورت؟ محتاجين ندخل مثلا الجماعة بتوع البيات النفراجي لما يكون عيانين صغيرين في السن. مش كل حاجة عضلات وبيرس كل العيانين. محتاجين إننا ندخل الدايتيشن والنيوتريشنست يدي ثلاثة سولوشنز لكل العيانين. محتاجين إننا ندخل معانا الراديولوجيست والماسكولار سيرجن وكل الناس والى ترانسبلانت فيزيشنز interested in the land that they go for a further big or not. Yes, this needs much stuff development. Not only the doctor, he never fucking stuff development, and he has never known about it. It's very good, but training on revised policies and procedure is very important. Training on revised policies and procedure and developing knowledge. الفرنش كونفرنس زي اللي احنا فيه او انترناشونال النيرسز الحقيقه محتاجين ان هم ياكلوا مننا من قذره هامه لان هم بيقعدوا مع العيانين اكتر مننا. Increase the number of well trained qualified nurses, make regular especially for covering the critical care areas in فيها acute dialysis, making regular training courses for how to use the new machines. The dietitian is asked to look monthly to the chronic dialysis patient ويشوف عنده frailty وعنده low albumin وما بياكلش كويس واخبار الالكترولايتس عنده. محتاجين الحقيقه السمري بتاع البارت الثالث ده عشان نحسن السيكتر برفورمانس جود ووتر كواليتي انفكشن كنترول ادهيرنس ستاف تريننج يوزنج سيفتي تشيك ليست 17 نقطه اللي انا قلتهم اند كوست يوتيليتي اناليسيس. مش معناه ان انا نزود الكوست قوي ولكن نرش الريسك. طبعا احنا الكوست قليله جدا من زمان في النادي في تمن الجلسه لا يرضي اي ولا عدو ولا حبيب كلنا بنطالب ان احنا نزود تمن الجلسه اكيد ولكن برضه لو كان ثمن الجلسه زياده 500 و700 وكده لازم جزء كبير من هذا يتحول للمريض لخدمة المريض مش بس للناس اللي استثمرت في الدايلسيس. In summary, optimizing hemodialysis is seen by different perspectives, patient perspective, and nephrologist perspective, and the center perspective for the good health of the patient. Thank you. نشكر استاذ الدكتور يعني حافظ على المحاضرات دايما كالعاده يعني دايما بيتحشنا محاضرات جميله هو دلوقتي مفتوح لو حد عنده اي اسئله. طب انا عندي سؤال ما تكلموش على هم كل الكلام دلوقتي عن بيتكلم عن سمول مولكيول كبيره صوت القياسات ما قالوش حاجه عن المولكيول عن البرمجه وامبروف الكواليتي اوف ذا الاوت كوم. هو طبعا يعني يمكن دي داخله اكثر في حته الممبرينز اللي انا ما اتكلمتش عليها لان هو المعني بالممبرينز الجديده ان هي الفيروس بتاع دير